اهلا وسهلا فيكم ببلدتنا دير الاحمر. دير الاحمر مشهوره بكرامه وحسن الضيافه، وبتبعد عن بيروت نحو 100 كيلومتر، وعن مدينه بعلبك 18 كيلومتر. نحن اليوم رح نفرجيكم مربى المشمش القطع اللي نحن مميزين فيه، وبالنوعيه اللي نحن بنصنعها هو اسم فرويد ديليكار. المرحلة الأولى بنستقبل المشمش على المدخل، من المدخل بيجي على الميزان، من الميزان بنرجع بنحطه بالبراد، وأصلا ببلشوا فيه بالغسيل وينقوا، بيعربوا بيغسلوا، بنرجع بنشيل البذر، من بعد ما نشيل البذر بيقطعوه، بيرجع على الميزان، بنزين ومنكيل السكر ونحطه وبيجي على الطبخ. نحن هلا بتعاملية جانا الايادي دير الاحمر، نحن مجموعة ستات عايشين صيف شتاء بدير الاحمر. بنتابل كل الطبقات يكونوا فرد مستوى قبل ما ننزله.